فواحد كده جه همس في ودني قال لي ايه؟ قال لي انت توسعت افقيا، بقيت ده وده 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 وده. انت كنت محتاج تمسك حاجه واحده وتطلع فيها. قلت له لا، لان 2007 برضو بمناسبه كليه الاعلام حصل جوايا او حصل بارادايم شيفت، نقله نوعيه كده حتى في طريقه التفكير. ايه هي؟ لقيت كل الناس اللي بتخرج من دوراتي في الجرافيك ديزاين موهوبين، بعد 3 شهور من الدوره، سنه من الدوره، مات. واد موهوب جدا، اتصل بيه يقول لي اشتغلت في مصنع مكرونه. بنت بترسم بالفحم ما تقدرش تفرق بينه وبين الحقيقه. قالت لي لا انا اشوف اي شغلانه واشتغل. وانا طبعا ساعتها ما كنتش اعرف بقى ترميه الذات ومهارات البناء ومايند سيت وكلام، ما كناش شايف الكلام ده. فبسال يا جدعان ازاي الموهوبين دول اختاروا الطرق دي؟ قالوا لي لان اللي انت بتتكلم فيه ده محتوى. انت محتاج تديهم حاجه اسمها مهارات العرض، مهارات التقديم، مهارات اجتياز المقابلات الوظيفيه، مهارات كتابه السيره الذاتيه، الاتصال الفعال، تسويق الشخصيه. دي مهارات مالهاش علاقه بالديزاين والبروجرامينج. فانت لما اديته ده وما اديتوش ده هو مش عارف يعمل ايه. رحت اي ال ام انستيتيوت اوف ليدرشيب اند مانجمنت في دبي، قلت لهم انا عايز اخد تي او تي تريننج اوف ترينر المدربين في تنميه المهارات، وبقيت بقدم ماده تدريبيه تجمع بين الاثنين، ياخد الديزاين وياخد دي. لا انسى بنت في ثالثه ثانوي اسمها رنا، مش قادر انسى المشهد ده، اثناء الدوره الميكس دي وتبكي. فبقول لها رنا احنا شغالين بروجرامنج، احنا مش قاعدين في عذاب القبر يعني، انت بتعيطي ليه؟ بتقول لي انا لقيت نفسي انا ما كنتش متخيل ان انا اقدر، والحقيقه ان انا اقدر. 2014 لما حد قال لي الموضوع ده التوسع الراسي والافقي، انت كان لازم تمسك مجال، قلت له لا انا عايز اقدم الوجبه كامله بالشكل ده. فجالي واحد تاني قال لي ايه بقى؟